今年这土耳其跟叙利亚大地震，啊，这叙利亚救援人员在土卡堆内底发现一个打出血的细汉查甫婴仔，啊，不过伊妈妈已经不幸罹难，所以已经收养伊的哥哥，就分享这个婴仔的状况了。六个月大的阿夫拉在当球顶海来海去，生得真痛了。虽然亲生伯父已经无在，也不过高中阿哥将伊当作亲生，阿夫拉的世界充满爱。أنا هاي البنت هاي بنتي يعني مثل أولادي وأنا ما بتاجر بيها مساعدات ما أجتني نهائيا أشخاص يعني كأشخاص مساعدات دابة حق حفوظات حق حليب لإلها إيه أما أنه هالمبالغ اللي أجتني هاي شيء بتحدى أي واحد وأنا مستعد بواجهه إذا أعطاني أو شيء أو جاب لي أفلا شي دي جنية لي ويتسي لا توسو دادة دانت يوم دي شلي يا بابا شادين جند لي سي جو چولا إيا سي لين إيا چين سي بي بو غا سي يا دي جي ميا بو ينغ سي بون يمو غو إي دي چو يا جو تاو دوي ديون واز ديان جن ليو آهون جو چولا غو زي دوا يا قابو چين لين زو وي غو سو شو ديو جن جو قوان زو لاي زو سي غي غو دي جن زي لان بيو سي وان يي شو يون دي دي ان اي قم دين جي ها قا دين أفلا غا أغو اي هوي ين قوان هي مو معتبرين يعني أكيد هي واحدة من أولادي يعني ولدي مكيفين عليهم كتير يعني والحمد لله هي ضحوكة يعني أي واحد يجي تضحك بوجهه萨瓦提报警之时，拢会点提示来巩固，也毋过暗时啊，规家伙啊会到外口的布棚区过暝，因为因的囡仔也处在地震的创伤中。萨瓦提表示，等伊大汉会将伊安怎求救、亲生爸母、兄弟姊妹啊安怎罹难的生命故事讲互伊听。土耳其大地震造成五万多人死亡，阿夫拉当初被救起来送入病院，好名阿雅，意思是珍珠的成就，然后成为阿哥厝内的一份子，就该用已经过身亲生母亲的名。公司新闻吴伟玲报道。